السيد رئيس الجهه، جميع السيد رئيس الجامعه وجميع المصالح وزراء المصالح الخارجيه والحضور الكريم. دونك اذا سمحتوا باسم شركه العمران نتمنيكم بعض المعطيات العامه على المشروع. دونك هذا المشروع كيخص جهه سوس مسا، عملت تارو دانس جامعة الترابية ولا تيمة. صاحب المشروع هو شركة العمران سوس مسا. مساحة المشروع تبلغ 105 هكتار، والتكلفة الإجمالية ديالو هي 264 مليون درهم. المحتوى ديال المشروع، هناك 266 بقعة صناعية في سبعة مرافق عمومية ومنطقة الحرفيين اللي كتشوفوا هنايا. وتاريخ نهاية الأشغال كانت في شهر نوفمبر 2018، ولاحظتوا عدد الوحدات ل 266، أغلبية ديالهم تتراوح المساحة ديالو بين 1000 متر مربع و 4000 متر مربع. ما عندكم تقسيم ديال العدد ديال الوحدات، يعني هذا أن البقعة المتوفرة كتناسب أغلبية وجل المستثمرين اللي كيهتموا بهذه المنطقة الصناعية. وحنا مشرفين السيد الوالي بزيارتكم، السيد العامل، السيد رئيس الجهه، السيد رئيس الجامعه، باش نعطيو ان شاء الله واحد الدفعه لهذا المشروع، علما ان هذا مشروع استثنائي بالنسبه لعمران، معولين عليه حنا بزاف، وفيه واحد العرض خاص اللي عنده علاقه بالكراء. فمرحبا بجميع المستثمرين، وحنا والمجلس الجهوي للاستثمار راه الاشاره باش نعطيوهم جميع المعطيات اللي محتاجينها ونساعدهم في جميع المراحل حتى يكون المشروع ديالهم ان شاء الله واقف قدام. شكرا جزيلا.